اليوم سنشرح درس التعليم المهني والتقني في لبنان. سنبدأ بالعنوان التالي: أولاً، التعليم المهني والتقني هو نوع من أنواع التعليم، ففي لبنان هناك التعليم العام الأكاديمي وهناك أيضاً التعليم المهني، وهذا التعليم يتميز عن التعليم العام بتكامل الجانبين النظري والعملي، فطالب الإلكترونيك مثلاً يمارس التعليم النظري في الكتب ويطبق ما يتعلمه عملياً في مصنع الأعمال التطبيقية، والتعليم المهني يرتبط مباشرة بسوق العمل، أي أن الطالب عندما ينال مثلاً شهادة الامتياز الفني TS في أحد الاختصاصات المهنية يستطيع أن يدخل إلى سوق العمل ويمارس مهنته فيه. والتعليم المهني يهدف إلى: ألف، إعداد الكفايات اللازمة من الأيدي العاملة في الميادين الإنتاجية كافة، أي أن الطالب في التعليم المهني يستطيع أن يمارس المهنة التي يتعلمها مباشرة في سوق العمل، بعكس الطالب في التعليم الأكاديمي لأنه لم يتعلم مهنة. ب. تأمين سبل العيش للمتعلم فور التخرج ومساعدته على تأدية دوره في المجتمع، أي أنه يمكن الطالب من العمل فور تخرجه ويؤمن له مكسب رزقه. جيم، إكساب المتعلم مهنة في مدى زمني قصير وعلى أساس منهجي وعلمي، فالتعليم الأكاديمي يرتكز على الجانب النظري فقط، أما التعليم المهني فيرتكز على الجانبين النظري والتطبيقي، وبذلك يساعد المتعلم على اكتساب مهنة في وقت قصير وعلى أساس منهجي ينمي ثقة الطالب بنفسه. ثانياً، الفرق بين التعليم العام والتعليم المهني والتقني. التعليم العام يقتصر على التعليم النظري وهو غير متخصص في مجال معين، أي أن الطالب يدرس جميع المواد في المدرسة. هذا التعليم لا يؤهل لمهنة ولا يرتبط مباشرة بسوق العمل، لأن الطالب في التعليم العام لا يتعلم مهنة، لذلك فهو لا يستطيع أن يعمل في سوق العمل. وهو يدرس جميع المواد في المدرسة ثم ينتقل إلى الجامعة للتخصص وبعدها إلى العمل. أما التعليم المهني والتقني فهناك تكامل بين الجانبين النظري والعملي، وهو متخصص في مجال معين، مثلا طالب الميكانيكي يدرس نظريا ويطبق ما درسه عملياً في هذا الاختصاص. هذا التعليم يؤهل لمهنة ويرتبط مباشرة بسوق العمل، أي أن الطالب يتعلم مهنة مثلاً الميكانيكا ويستطيع فور حيازته الشهادة في هذا الاختصاص أن يدخل سوق العمل. ثالثاً، مراحل التعليم المهني والتقني في لبنان وشهاداته. يتم الإعداد في التعليم المهني والتقني ضمن حقلين أساسيين هما: ألف، حقل التأهيل المهني، ب، حقل التعليم الفني. ألف، حقل التأهيل المهني. ما هي الشهادات التي يمكن أن ينالها المتعلم في حقل التعليم المهني؟ عند إنهاء المرحلة الابتدائية بنجاح، يتجه التلميذ إلى التعليم المهني
فيدرس لمدة سنتين ينال في نهايتهما شهادة الكفاءة المهنية CAP، ويتابع سنتين إضافيتين ينال بعدهما الشهادة التكميلية المهنية BP، ثم يتابع دراسته من دون حصوله على الشهادة المتوسطة الرسمية فيدرس 3 سنوات لينال الشهادة التأهيلية المهنية العليا FPM ضمن نظام مزدوج بين المدرسة المهنية والمصنع أو سوق العمل. ب. حقل التعليم الفني. ما هي الشهادات التي يمكن أن ينالها المتعلم في حقل التعليم الفني؟ أولاً، شهادة البكالوريا الفنية BT مدة الدراسة فيها 3 سنوات، تضم التلاميذ الحائزين شهادة التعليم الأساسي. ثانياً، شهادة الامتياز الفني TS مدة الدراسة فيها 2 سنوات، تضم التلاميذ الذين نالوا شهادة التعليم الثانوي الرسمي بنوعيه العام أي الثالث الثانوي أو الفني BT. ثالثاً، شهادة الإجازة الفنية LT مدة الدراسة فيها 2 سنوات، تضم التلاميذ الذين أنهوا شهادة الامتياز الفني بنجاح، وتجدر الإشارة أنه يجب على التلاميذ أن يتقدموا من الامتحانات الرسمية لنيل إحدى الشهادات المذكورة أعلاه. رابعاً، التعليم المهني والتقني والتعليم العام. ما هي الاختصاصات في التعليم الفني التي يمكن للطالب الحائز على شهادة التعليم الثانوي في الفروع العلمية أن يتابع دراسته فيها؟ يستطيع التلميذ الحائز شهادة التعليم الثانوي في الفروع العلمية أن يدرس في التعليم الفني الاختصاصات التالية: الميكانيكا، صيانة الطائرات، الكهرباء، المعلوماتية الصناعية، ويمكنه أن ينال شهادة الامتياز الفني TS في أي من هذه الاختصاصات. خامساً، انتشار التعليم المهني والتقني في لبنان. ينتشر التعليم المهني والتقني بنوعيه الرسمي والخاص في أنحاء لبنان كافة. سادساً، التعليم المهني وسوق العمل. عملت الدولة من خلال وزارة التعليم على رسم سياسة واضحة ليحتل التعليم المهني موقعه الطبيعي في النظام التربوي وليؤدي دوره في تلبية حاجات سوق العمل، أي أن الدولة عملت على تعزيز وتطوير التعليم المهني، فكانت الخطوات التالية: تعديل المناهج وتحديثها فيما يتماشى مع متطلبات العصر وسوق العمل، إنشاء شبكة من المدارس والمعاهد المهنية الرسمية تغطي الحاجات المحلية من في سائر المناطق اللبنانية وتساهم في تنميتها. شكرا، وإلى اللقاء في درس لاحق، والرجاء قراءة الدرس جيدا في الكتاب.